الله باحلى متابعين بالدنيا اليماني. وين جايبكم؟ جايبكم على اكبر مثلجات بمحافظه كركوكو. احلى شيء بهاي المثلجات تنحب بالشتاء وبالصيف، يعني يقدمون شغلات ساخنه وشغلات بارده. تعالوا خلينا نشوف مثلجات الريان. شوفوا لي مساحه مثلجات الريان، تعالوا خلينا ندخل ونشوفها من الداخل ونشوف الجمال مالتها. شوفوا الكيك وشوفوا المحلبة. الموطة الشتاء هم يمنعكم من هيك الوان؟ انا ابد ما يمنعني الشتاء من هيك الوان، لان كلش احب الموطة وخاصة هاي علوشة. شغلة مثلجات الريان عندهم مكانات مخصصة للعوائل وعندهم مكانات مخصصة للشباب. تعالوا خلينا نروح نشوف مكان العوائل. شوفوا لي مكان العوائل، مكان كلش حلو، الوانه كلش حلو والمساحة مالته تخبل، واحلى شيء عجبني ذن الخمس مكانات. تعالوا خلينا نجرب المرطبات مالتهم. يلا تشوفون هذا اللي طلبته كليته ما اشتهيته. قلت لهم لازم تجيبوا لي انس يمي. يلا اشتهي يعني هسه من اباو على هاي، خلي اباو عليك اشتهي اكلها. يلا نس حبيبي انس، هسه انت لازم تشرب. خلينا نجرب هذا الكريب النوتيلا ونشوف الطعم مالته شلونه وانواعه. نقول بسم الله ونجربه. الطعم مالت الكريب النوتيلا يجنن. وعرفت السر شنو الطعم مالتها. شوفوا لي الفواكه اللي بيها، موز، فراوله. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي هنا، شوف ادي النوتيلا. خلينا نجرب لنا عصير الطبيعي البرتقال. انس ما خلاني احس بطعم الموهيتو فخليني اشربه. انس الله لا يجيبك بعد هذا الطعم الحقيقي. خليت ايه عبده بس انا تاهت عليه والله، ما اعرف هذا زبيب لو رمان ولا اعرف هذا زبيب لو رمان. خلي ابدي بهذا اشوفه شنو هو. قول بسم الله. والله زبيب البقلاوية حلوة. اوه على عشقي، مو هناك عشقي، هنا عشق الرمان. بسم الله. عشاق الايس كريم الايطالي شوفوا لي الجمال اللي تشوفونه شلونها. خلينا نقول بسم الله. الايس كريم تتكون من 14 طعم ولون. افتح عزيزي المصور لان اعرف عينك عليها، افتح حلقك. والله ما زال فتحت حلقك في النوب ما اعطيك اياها. نجي ناخذ لنا من الكنافه. ويلي شوفوا لكم كنافه. خلينا نقول بسم الله. كنافه ما بيها ولا غلطه، يعني راسا نسوي لها اوكي. خلصنا من ثلاجات الريان، تعالوا خلينا نشوف حلويات الريان. نفوت على حلويات الريان، السلام عليكم. شوفوا لي الحلويات. انواع من البقلاوه عندهم كلها بدهن الحر. وينكم عشاق زنود السيف؟ انواع من الاحجام الكيك موجوده عندهم، واللي تريدونه يسوي لكم اياه بطريقه الكيك اللي تحبونها. واحلى شيء بيهم عندهم تخفيضات راس السنه. تعالوا خلي ادليكم العنوان. يلا ثلاجات الريان ابد ما يتيه، وانصحكم تجربونها. وعندهم خدمه توصيل سايدين الشارجه.